كمجاهدين نحكي لكم على هذا اليوم، هذا اليوم اللي نبينا فيه النداء للالتحاق بالثورة التحريرية المجيدة لاسترجاع السيادة الوطنية. السيادة الوطنية كاملة غير منقوصة، وهذا الشباب اللي كان يعني تاع المجاهدين فضلوا الشهادة على الحياة باسترجاع السيادة الوطنية. نريد أن نقدم البعد الإنساني في هذه الثورة، المعاش عند المواطن الجزائري بعيدا عن الأحداث التاريخية، لأن المواطن كان يعيش أحداث الثورة يوميا من بينها المرأة. لذلك كنا نحاول أن نقدم حول الحضور السياسي للمرأة الجزائرية إبان الثورة.